في بيروت. أرحب بجميع المشاهدين في ساعتنا الأولى مباشرة من بيروت. أثارت مؤخرا فضيحة الأدوية المزورة في لبنان جدل كبير، ولا يزال هذا الملف يتفاعل مع اكتشاف حوالي 3 شركات مستوردة لهذه الأدوية. وكان عدد كبير من اللبنانيين تناول في الفترة الأخيرة أدوية لا مفعول لها على المرض، ومنها يوصف لأمراض خطيرة مثل السرطان وغيره. الملف حاليا في عهدة القضاء، وتحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لمصطفى عاصي. منذ 15 سنة وطبيب الجهاز الهضمي والنائب السابق إسماعيل سكرية يلاحق ملف الأدوية المزورة في لبنان. عشرات الفضائح كشفها بالوثائق، ومنها الفضيحة الأخيرة المتمثلة بتزوير إمضاء وزير الصحة لإدخال أدوية إلى لبنان. نسبة منا قليلة ما بين مزور بالمطلق، يعني والله احيانا بغط لك ابر مي، احيانا تركيب الدواء اي كلام ما في اي مكون دوائي اكتف انجريدينت، بس الامبلاج حلو بيطبعوه وبيركبوه، بين مغشوش، بين مسحوب من سوق التداول العالمي حسب تقارير الامم المتحده كل سنه بتطلع ليستا والى اخره، بيعملوا بيضخوا بيرجعوا لبنان، بين مجهول المصدر بيقول لك ميد ان فرانس او انجلند ما سامعين فيه او مصنعه ملغي من 40 50 سنه. رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب الطبيب عاطف مجدلاني يواكب قضيه الوثائق المزوره التي قالت وسائل اعلام محليه اللبنانيه ان من بين المتورطين بها شقيق النائب عن حزب الله محمد فنيش. هذا الملف عمره سنة وثلاثة أشهر، اللي كشفه هو مختبر الجامعة العربية وبعدين وزارة الصحة، عندما اكتشفوا أنه هناك تزوير تقارير لمختبر الجامعة العربية في لبنان وتزوير لإمضى المسؤول عن المختبر ولختمه وتزوير لختم وزارة الصحة وأمضى الوزير. نصف الأدوية الموجودة في السوق لا حاجة لها، يقول الطبيب سكرية. الأخطر من التهريب والتزوير أن الأدوية المزورة تشمل علاجات لأمراض خطيرة. يعني عندك المضادات الحيوية عدة أصناف، أنتيبيوتكس من الأساسية، عندك مقلدة ومشبوهة ومزورة إلى آخره، عندك أدوية ضغط، ضغط وش أدوية شرايين قلب والقلب، عندك أدوية هرمونية، عندك أدوية للسكري، عندك أدوية مقويات بين مقوي جنسي وغير جنسي وإلى آخره. القضاء اللبناني وضع يده على الملف، والتحقيقات في هذه الفضيحة لا تزال جارية. نحن طبعا عم نواكب عمل القضاء، أصدر مذكرتي بحث وتحري عن شخصين مسؤولين عن هذا الملف وعن هذا التزوير، أغلق مستودعين لهذه الشركات ولهذه الأدوية. ملف الدواء يمس المواطن اللبناني بصميم صحته، ولكن الملفات الحياتية غالبا ما تضيع في غمرة التجاذبات السياسية والأحداث الأمنية. في لبنان أكثر من 100 صنف دوائي مزور. في لبنان حصل أن عولج مرضى بأدوية سرطانية تبين أنها مجرد حقن من ماء. في لبنان يزور إمضاء وزير الصحة والبيانات المخبرية. باختصار في لبنان حيث من الممكن أن يحصل كل شيء، هناك فوضى عارمة في سوق الدواء. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت. فقراتنا مشاهدينا مستمرة، والآن إلى الفقرة الرياضية مع عامر جميل. تحية لكم مشاهدي اليوم على الحرة، أحييكم وهذه جولتنا الرياضية الأولى زي ما قالت منى. سفيان في جولي مدلل الأنصار المنتخب الجزائري أصبح الرقم 1.